ريتروفيزور. في فقرة ريتروفيزور تلتحق بنا المتميزة دائما وأبدا ابتسام شويخة. ابتسام مرحبا. مرحبا بك محمد، مشكور على الإطراء برشا عليا. لا لا مش إطراء، حقيقة مطلقة نقسم عليها. حقيقة صوتي ربي يخليك. واصل يا زميل واصل. نذكروا توا أبيات نتاع بابلو وندخلوا في عوالم أخرى. متميزة أم لا؟ قول الحق. يعني أنا نعرفك موضوعي. لا والله بجد خدامة تبارك الله عليها، نشيطة جدا، مريحة، مرتاحة في عملها، أنيقة، جوانب الأخرى أنيقة في إطلالاتها، جوانب الجمالية ما شاء الله، يعيشك. وكأغلب نساء تونس راهو في الحقيقة يعيشك. يعيشك يا صليح، يعيشك حذيمي محجوب. طبعا مرحبا بكافة متابعي ومستمعي إذاعة نرجع مرحبا بكافة متابعي ومستمعي إذاعة ديوان أفين. في بداية أخبارنا لليوم محمد، باش نحكيو أساسا على الوقفة الاحتجاجية اللي صارت البارح لحد 15 مي الجيري. الوقفة الاحتجاجية هذه اللي جت مناهضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد تحديدا قدام المسرح البلدي بالعاصمة. الوقفة الاحتجاجية اللي دعت لها جبهة الخلاص اللي تضم أحزاب شخصيات سياسية بما فيها حركة النهضة، ائتلاف الكرامة إلى غير ذلك، أيضا مبادرة مواطنون ضد الانقلاب. الوقفة الاحتجاجية هذه اللي كانوا المتظاهرين فيها حاملين لعدة شعارات طلبوا من خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرحيل، طلبوا أيضا بإلغاء قرارات 25 جويلية والكف عن المحاكمات أمام القضاء العسكري. بخصوص الحضور محمد، شفنا تدوينة لرياض الشعيب اللي هو المستشار السياسي لرئيس حركة نهضة، يقول في تدوينة انشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المناهضة لقرارات رئيس الجمهورية بلغ 30,000 متظاهر. شفنا بخصوص ردود الفعل للناس اللي كانوا حاضرين من شخصيات سياسية، نحكيه أساسا على القيادي في حركة النهضة نورجين البحيري اللي يقول اليوم انه الدولة صارت مهددة بالإفلاس، بالفقر، بالجوع، ويوصف اللي صار ب 25 جويلية بالانقلاب، ويقول عهد قيس سعيد سينتهي قريبا طبعا وفق تقديره. شفنا ايضا منسق مبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك اللي يقول في الايام القليلة القادمة باش يتم الاعلان عن التركيبة الرسمية لجبهة الخلاص الوطني، يقول فما مفاجآت جاية في الايام القليلة القادمة. شفنا احمد نجيب الشيبي ايضا في الوقفة الاحتجاجية يقول انه رئيس الجمهورية قيس سعيد يدفع البلاد الى الهاوية، وانه الازمة الاجتماعية لا حل لها الا سياسيا. وفي نفس اليوم محمد كان تذكروا اكل الانتقادات اللي طالت وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقت اللي كانت لي زيارة لشارع الحبيب بورقيبة تزامنا مع مظاهرات 8 ماي. شفنا البارح ايضا وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان ادى زيارة تفقدية ميدانية للوحدات الامنية اللي كانت موجودة ومتمركزة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والأنهجة المتفرعة عنه، هو تقريبا نفس الشيء اللي قام به كما قلنا في مظاهرات 8 ماي اللي كانت مساندة لرئيس الجمهورية ولقرارات 25 جويلية. وطبعا لكم التحليل عفوا والتعليق. حتى الوالي زاد حذامي محجوب، يعني المؤشر اللي اعطته المظاهرة هذه وهذه الوقفة الاحتجاجية وأن الحضور هذا الأحد، وكان واضح وأنه هو رد على تحرك الأحد الفرد، عدديا يبدو أكبر من المسيرة والتظاهرات المساندة للرئيس قيس السعيد. ابتسام قدمت الحضور السياسي لأنه قيادات جبهة الخلاص هم اللي تصدروا المشهد، وخاصة حركة النهضة ومواطنون ضد الانقلاب. وزارة الداخلية على ما يبدو عادت إلى رشدها بالتعامل مع الجميع على قدم المساواة. البياج متاع الدرون ومتاع الأعداد والأرقام والتقديرات هربت منه، هذا اتصاليا مهم اليوم لأنه وزارة الداخلية عندها التزامات لأنه هذا المطلوب. إيه صح صح. لأنه هذا المطلوب، وزارة الداخلية يجب أن تكون محايدة ووزارة كل التونسيات والتونسيين، وسياستها الاتصالية لا تكون موجهة، يعني ما لا لزوم له. والعمل الاتصالي واضح، فما بصمة احترافية متاع وزارة تحترم نفسها على الأقل. لكن في المقابل هل يمكن اعتباره أنه جبهة الخلاص ومكوناتها
كسبوا التحدي ضد قيس سعيد من خلال هذا التحرك؟ هو الملاحظ لما وقع البارح في نهار الأحد، أنا واحدة من الناس مشيت كنت في شنو هبطت مع مواطنين ضد لا ما هبطش معاهم يا أخي، شارع الحبيب بورقيبة شارع تنجم والناس كل تنجم قلت بالك يعني كمتابعة إعلامية مشيت تتعاين في مش مهمتي أنا محلة مش متابعة وزير الداخلية وصى على الصحفيين على كل حال ولا تمشي كان التحركات عبير موسي هذا نمشي وقت اللي نعتبر لي تحرك معين يلزمني نكون فيه نمشي له كمواطنة طبعا ولا متابعة للشأن العام هو اللي هو اللي واضح هو أنه مهما كان هذا العدد أنه أكثر بكثير من العدد اللي هبط الشارع الحبيب بورقيبة معناها نهار 8 مايو هذا واضح. وكالة الأنباء الدولية تحدثت عن آلاف بينما تحدثت الأسبوع الفارط عن مئات شاركوا في المسيرة والوقفة الداعمة لقيس سعيد. حتى الملاحظ راهو تعرف من محمد علي حتى الوزارة الداخلية بتتقاس هذيك معناها تتقاس أنهم كانوا كان فما تجيش كبير كان فما هنالك ناس جاوا مرونة في التعاطي الأمني لأنه كان فما تضييقات في تحركات سابقة اليوم الأمن كان أمن جمهوري في الطريق السيارة زاد ما قلقوش اللي جايين فهمتني هذايا معطى لكن أنا ماذا يعني هذا حذامي ما نجموش نقراوها بمنظور الدولة العميقة هذا فيه برشا معاني خاطر فما حاجة أنا فما حاجة استرعات انتباهي وقت اللي نزلت هو أنه جستما وقت حكيت على والي تونس بعد الوقفة هذيك خاطر أنا هبطت في معناتها بعد معناها شفت النومبر وبعد بزلت في الشارع والي تونس قام بتنظيف الشارع وبتحقيمه قال تحقيمه أنا هذيك نقراها قراءة سياسية مش معناها تعقيم الشارع لا مش المرة الأولى لأنه تعقيم دور البلدية راه مش دور البلدية لا حبيت نقول لك مش المرة الأولى يوم البلدية جاوبت نهار الأحد يوم 8 مايو ما قام ما خبوش بتعقيم الشارع فما قراءة سياسية فما نظرة سياسية أنه يعتبر وكأنه الشارع معناها نجس وكأنه باش يقوم يعني اليوم نجموا نفهموا أن وزارة الداخلية كما الجيش اللي خذا مسافة في الفترة الأخيرة وكأنهم فما رسالة ما وجهت وأنه راهو ما عادش نجموا نمشيو أكثر من هكا مع قيس سعيد سنقف على نفس المسافة من الجميع ربما وزارة الداخلية على أثر كل الانتقادات اللي طالتها حاولوا باش يعملوا الأسبوع هذايا نوع من التعديل ولكن في نفس الوقت زادة كان فما تحرك آخر في شارع خير الدين وبزلت الحزب الدستوري الحر والأستاذة عبير موسي وأنصارها كانوا موجودين قدام وكر القرضاوي البارح وحبوا معناتها يعتصموا قدامه والبوليس حب يمنحهم باش يحطوا الكويت هذوكم اللي تغطوا بهم وكل يعني ما زلت وزارة الداخلية نسجلوا هالنوع من التقدم ولكن ننتظروا أنها باش تكون عادلة مع كل الفرقاء السياسيين قبل ما نعطي الكلمة لصلاح الدين داودي لأول مرة تقريبا رينا محمد العفاس اللي كان مختفي في الفترة الماضية نور الدين بحيري ريناه في التحرك هذا علي العريض سيف الدين مخلوف وسط الناس وناس تصور معاه واحتفاء كبير صار به في الشارع من حيث الرمزية السياسية ماذا يعني هذا؟ رجعت قيادة النهضة والنهضة تحسها معناها رجعت معناها للساحة خاطر قبل كانوا يظهروا معناها من الصف الثاني معناتها موالين قيادات من الصف الثاني مش حتى قيادات خاطر كيما جوهر مبارك وكل شيء ما كانوش قيادات في النهضة يعني هما مع النهضة ولكن في يتقاطعوا سياسيين مع النهضة ولكن غير منتمين لحركة نور الدين البحيري خرج انا نتفهم خروج نور الدين البحيري لان نور الدين البحيري قد عانى من حكاية 60 يوم في الإقامة الجبرية في نهاية الأمر هو يقول لنا اليوم يقول ما لقاو عليا حتى شيء وأنا رغم اختلافي مع نور الدين البحيري ورغم اختلافي مع الإسلام السياسي نشاطروا الرأي كيف يقول ش قال هو قال عهد قيس سعيد سينتهي قريبا وقال الجميري في كتابه الروض المعتار في خبر الأقطار إن تونس تقسم الجبابرة وكل جبار إذا ما طغى وكان في طغيانه يسرف أرسله الله إلى تونس فكل جبار بها يقصف صلاح الدين داودي عودة قيادة النهضة قيادة ائتلاف الكرامة إلى الواجهة ألا يعني هذا وأنه قيس سعيد فاشل في تحقيق ما وعد به وبالتالي هؤلاء اليوم
عادوا إلى المشهد لأنهم قد يكونوا مظلومين، لأنه قد يكون التاريخ بصدد إنصافهم حاليا. بما وعد؟ بالمحاسبة مثلا. ذكر رشد الغنوشي تحدى قيس سعيد، قال له 10 شهور وما عملت حتى شيء، تفضل عندك ملفات حاسبنا. باهي تو اخسر. اولا انا اؤكد لك انه العد التنازلي للناس هذه الكل بدا والايامات هذه باكثر جديه. ثانيا فعلا في تاريخ تونس الكل كل الجبابره خاصه من الخارج قسموا في البلاد التونسيه وتكسروا على صلابه شعبها وارضها وجغرافيتها. ثالثا فعلا يعني انت تقر ان حركه النهضه مواطنون ضد الانقلاب ومكونات جبهه الخلاص بين الاحد الفارط وهذا الاحد كسبوا الرهان من حيث التعبئه الميدانيه. لا نطرح عليك في سؤال، نحب موقفك وقراءتك وتحليلك وتقديرك. كنت قاعد نجاوب راهو، لكن نجاوب رويدا رويدا. اولا التحدي راهو ثم ناس تتكلم على عزل وناس تحكي على ايقاف قرارات 25 جويلية والى اخره، ثم يجيك يقول لك العهد هذا قريبا. توا احنا قريبا هذه نسمع فيها حتى اقتربت الساعة، يعني قريبا قريبا كل يومين قريبا. على كل حال احنا نشجعهم على انهم يمارسوا حريتهم، وهذا دليل قطعي انه مثماش قرارات سياسية في منع الناس ولا في اخراج الناس من المشهد سياسية، لا تحدث قضائية أو محاسبة أو غيرها. هذا أكبر دليل على هذا الأمر، وهذا يكذب كل الشائعات نتاع الدكتاتورية والتسلط والتجبر وإلى آخره. ثالثا وأخيرا نحن في عهد الجمهورية التونسية الجديدة وعهد الجمهورية الدستورية الثالثة، ونحن ماضون في هذه الطريق. قل لي آلاف وعشرات ومئات راو قياس رأي الشعب، الشعب راو ملايين يعني في بيوتهم في أعمالهم في كذا، يعطي مؤشر جستمون توا ولحضروا في مسيرة النهضة ومواطنون ضد الانقلاب أخزر. واضح حددين كانوا أكبر من المساندين لقيس عيد يوم الأحد الفارط. الزميلة الرئيس قيس عيد يزعم أنه معاه الملايين، مريناهمش الملايين والكل يزعم أنه الرئيس قيس سعيد يطلب من الشعب أنه يهبط للشارع، وهذا لم يحصل ولا مرة. اللي يهبطوا للشارع هم نشطاء، وهم نشطاء مش حزبيين ومنظمين ومهيكلين في حزب اسمه حركة النهضة وائتلاف الكرامة، حتى أن تو الزميلة كانت تقول حركة النهضة وائتلاف الكرامة وإلى غير ذلك وإلى غير ذلك. هذه تو ننظر فيها، والتحدي والخلاص والإنقاذ والمبادرة الديمقراطية وضد الانقلاب. شفت قدام من اسم وقريبا يحبوا يجيبوا سي شواشي وسي الشابي ويعملوا جبهة موحدة ويعملوا كذا وإلى آخره. ممكن راهو أنا ممكن أقرأ يعني في بياناتهم وإلى آخره. كل هذا حاجة ورأي الشعب الحقيقي سنراه في وقته في الاستفتاء والانتخابات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار وين صلاح؟ قلت لنا الأسبوع الفارط سيكون قبل موفى الأسبوع. هذاك علاش أنا تعرفني صريح. وقبل 8 ماي وعدتنا وأنه سيكون هناك جديد في علاقة بملف المحاسبة وأن الناس هذوما لن يمروا. فعلا فعلا هذاك علاش أنا تعرفني صريح. خلينا من موضوعي، مش موضوعي نجم أي واحد يختلف معايا. أمانة أؤكد لك انه وقعت عده عمليات ابتزاز في نهايه الاسبوع، ووقعت عده مناورات، والناس ما تحبش تفرق ما بين هذا المسار الحوار على الدستور، على القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه في عناوينها الكبرى، على القضايا الدستوريه والاصلاحات القانونيه وغيرها. تحبش تفرق بين هذا وما بين انها تحصل اكثر ما يمكن من مكاسب من هذا الحوار. وقعت عده ابتزازات ونقولها بصوت واضح جدا، وانا حر نفسي بطبيعه الحال. حددنا باش نفهم. لا لا قلت لك في الكرونيك احزاب سياسيه واحزاب، قلت لك في الكرونيك اتحاد الشغل. اتحاد الشغل قام بابتزاز الرئيس قيس سعيد. اتحاد الشغل راهو ماهوش شعب مثلا. اخزر اتحاد الشغل ماهوش في المنابر نتاعي ومتاعك. اتحاد الشغل نتاعنا انا ولد اتحاد الشغل كذلك. داكور كي نقولوا احنا منظمات واحزاب بطبيعه الحال اي محلل ينجم يفهم طبيعه الامور، والطبع هذا ليس قدح في الناس لانه كل انسان عنده حساباته. كل انسان كيفاش ينظر للقانون الانتخابي للاصلاحات. لكن العبره في النتائج، العبره في دور الرئيس، العبره في يحسب الامور. جوستومون انا في مكان ما يخليهاش في المهموت. انا مكان الرئيس تدوينة الاميره العكروت مثلا يقولوا راهي الامور ماشيه للهواء، راهو يوميا تفقد في ثقه الناس فيه. بربي بربي وانا خوفي كل الخوف. لا في يوم من الايام في هذا المنبر تخرج للتوانسه وتقول لهم
لقد فقدت ثقة في قيس سعيد، وقيس سعيد لقد خيب أملي وظني كما عمل الناس الصغير الزكراوي. الناس اللي يحبوا المنابر خوفي لا ينتهي بك الأمر مثل الأستاذ الصغير الزكراوي. خف على نفسك، أنا متخافش علي، أنا محصن وأنا قلت لك نمشي أشلاء في المعركة هذه، ما عندي حتى قلق، وأنا مانيش جديد في الموضوع ذايا. وقلت لك ثم فرق ما بين التسرع واللهفة وما بين شؤون الدولة الحقيقية اللي ما ينجمش يعرفها أي واحد يتكلم عليها بما في ذلك العبد لله يتكلم عليها من برا. ثانيا أنا قلت لك أكثر من مرة، أنا لو كنت مكان رئيس الجمهورية أمضي في هذه الطريق كما يعني تم التصديق عليها يوم 25 جويلية، وليس من طرف الرئيس لوحده، أمضي في هذه الطريق إلى النهاية ونبدأ نخدم على مستوى اللجنة. وبالنسبة للحوار أنا نادي للناس ونشوف طلبات الناس ونعرفوها احنا الابتزازات وين تصير بالضبط. وإذا كان حقيقة ثم حاجة كملت ثم حاجة فيها مصلحة للبلاد لا بأس في ذلك، إذا ما ثماش نمضي بمن حضر. واضح محمد فيما يخص الحوار، انا خوفي قصة الحوار هذه ينتهي بها حتى كان تنتهي غدوة، لكن المثل وتحية بالمناسبة المستمعين وخيالنا واهالينا ومواطنينا في باجة، استنى يا دجاجة حتى يجيك القمح من باجة. لا مش لازم الاستفتاء، لا الاستفتاء يا محمد، لا حوار ولا عمر بزر. اذا مش نبقوا في الابتزاز حتى اسبوع اخر، اذا مش نبقوا في الابتزاز حتى اسبوع اخر مش لازم منه نمشوا الصياغة مباشرة. نعطيك بعد شوية مش نحكيه على الروزنامة وخارة الطريق المرتقبة في الخبر الثالث، لكن قبل هذي نمشيه للخبر الثاني. ابتزاز في الخبر الثاني يا محمد، باش نرجع على كلمة نور الدين طبوبي امين عام المنظمة الشغيلة منذ يومين في الحمامات، في كلمة كان القاها في اختتام اشغال الجامعة العامة للنفط، الندوة ذي اللي كانت حاضرة فيها وزيرة الصناعة نيلة الجونجي. نور الدين طبوبي اللي حكي على وضعية المؤسسات العمومية في البلاد، يقول انه الاصلاح ممكن، انه لو كان تكون ثم استراتيجية واضحة للاصلاح. يحكي على اهمية الطاقات المتجددة، يقول انه الاتحاد اليوم ما يسمحش ابدا بتحويل شركة ستيك الى شركة مناولة. نور الدين طبوبي يتوجه بكلمة مباشرة لوزيرة الصناعة اللي كانت حاضرة في الندوة، هذا إكستريم اللي قالوا في رسالته لها، نسمع مع بعضنا. وزراء في وزارة في حجب وزارة الصناعة والطاقة أن تكون وزارة ذات قرارات من حقيقية. اليوم نبحث عن القرار، أين صاحب القرار وأين يوجد أخذ القرار في هذا الاتجاه، ولكن للأسف الشديد أقولها بكل احترام، لم نجد لدى الصاغية ولم نجد أمامنا المفاوض الناجع والذي قادر على اتخاذ القرارات. دائما عندما نتحدث نجد سنراسل رئيس الحكومة ورئيس الحكومة تراسل والوزارة الفلانية والوزارة الفلانية، والقرار موزع ومشتت بين مختلف من الوزارة ولا ندري أين هو من يتخذ القرار. محمد شفنا أيضا أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين طبوبي يتوجه أيضا برد وبرسالة لسمير مجول اللي هو رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، يقول له اللي هو نصحه بالسماح بخصصة القطاع العام وأنه باش يطلع رابح من المسألة هذه. وهذا كان رد طبوبي على مجول، نسمع الإكستري. واني نسمع اتحاد الصناعة والتجارة منذ يومين رئيسه ينصح فيه، معناها نصيحة ينصح روحه من الساعة قبل أنه الاتحاد يوافق على خوصصة تاع القطاع العام يطلع رابح. سيدي ما حشتناش الربح من جروتكم باش تربحوا، اربحوا برو ادفعوا انتم الجبايه نتاعكم وكونوا عادلين، حطوا روسكم عاليه، حطوا ديروا اموركم معناها بالوضوح. تو وقتها فهمني ميساج، ما تنصحناش سيدي، احنا ناصحين رواحنا ونعرفوا نيتنا والماشيين. لكم التعليق محمد. حبيبي محجوب، انطق نور الدين طبوبي، انطق خرج من شوف الحوار كان باش نحكيه، ويظهر لي محمد يزمك تستدعى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد واعمل حلقة كاملة على الحوار، لأنه الحوار بدأ يلوح بالحوار ويطالب رئيس الجمهورية بالحوار من 2020 تقريبا، من نوفمبر 2020، وكل مرة يخرج لنا كلمة وبعد واجب التحفظ وبعد ما يحب يخلي ديما هكا شعرة سيدنا معاوية مع الرئيس باهي للبلاد. خش يستنى باش يقطعها، يظهر لي تقطع التويت، يظهر لي تقطع التويت، توا تقطع على السيق لهنا وسيق غادي ومش مش الوضوح باهي. يا اما مع جبهة 25 وتحمل تبعات خيارك، أي. يا اما قول الخيارات هذه مش في مصلحة البلاد والاتحاد سيكون في معارضة هذا الرئيس، يبدو ان الامور وفي معارضة هذه الحكومة التي لا تحترم لا نواميس الدولة التونسية لا المفاوضات الاجتماعية لا الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
الوضوح مهم. الوضوح مهم. كان فما المؤتمر إلى حد الآن غير واضح بشكل كافي. خلينا طبوبي بعد المؤتمر متاع الاتحاد فما نوع من التغير في مواقف وكل شيء. وهذه اللي قالوا اليوم توجه به الوزير الطاقة. وزير الصناعة والطاقة كان توجه به قبل رئيسة الحكومة وقت اللي باش يحكي على المفاوضات الاجتماعية. قال معناها كي نحكي معاها من بعد تقول لي هي معناها قالت سخف معناها وصلنا لهذا. وبعد اعتذرنا. احنا عنا معناها حكومة لا تتفاوض، حكومة لا تملك قرار، حكومة ما هيش حكومة لا ترى لا تسمع لا تتكلم لا ترى لا تسمع لا تتحرك. ورئيسة حكومة كذلك ما عندها حتى قرار باش يتفاوض معها. وصلنا يظهر لي احنا للاخر تويكا مع الاتحاد العام التونسي للشغل باش يفقد مصداقيته مع يعني منظوريه. مع منظوريه مع الناس اللي دافع عليهم مع ما عادش فيها معناتها. قالها يزيني من شعارات. هو في نهاية الأمر يتوجه إلى الرئيس. قال مش الراس الرئيس الحكومة اللي هو في وقت سابق انتقده وقت وراني صببت مع علي الدين. صببت مع علي الدين معناها مسكينة مسكنات الوزراء ومسكنة الحكومة هذية. وأنا ما فهمتش كيفاش يرضاو وأنا كيفاش يرضاو يقعدوا مجرد هكا ديكور في في حكومة لا ليس لها أي موقف. شوف أنت كي تمشي لدارة بسيطة بالله حتى المواطن العادي تمشي لدارة بسيطة تمشي المسؤول بتطلب منه حاجة موظف بسيط يقول لك أنا ما نملكش القرار. تقولوا انا نمشي شكون ياخذ القرار من في الاداره هذه تمشي له. شو معناتها حكومه ما تاخذش قرار؟ ما لهاش موجوده على الحكومه هذه تتكلفنا معناتها في الاموال العموميه وندفعوا. هل هذا ايضا تسحبوا على الابتزاز اللي حكيت عليه منذ قليل؟ طبعا اي طبعا. هذا في قلب الابتزاز تعتبره؟ طبعا محمد. اولا ليست المره الاولى التي يتوجه فيها الاخ الامين العام. والابتزاز في النقابه راهو جزء من العمل وانا ما نمنش بيهم ما نمارسوش لان هذيك هي معناها الامور. كل انسان عنده مصالح ومنظوريه ثم نظر للمصلحه الوطنيه. لكن انا نحب نقول الاتحاد ابتز في شكون وعلاش باي هدف باي سالتني على الموضوع ذا قاعد نجاوب فيك. اولا انا في قراءتي الدوله موحده وليست مشتته. السي نوردين تو يقول مشتته وقتل يمشي ويجي مش صحيح. هذا دليل ان الدوله موحده والامر 117 يحدد عمل الحكومه بالنظر الى رئيس الجمهوريه. وبالتالي اللي تعودنا به 10 سنوات التالية هذا ما عادش موجود. تتفاهم مع حزب ولا مع حزبين وبعدين تمشي لأي وزير تتفق معاه وبعدين ما ينفذش وإلى آخره. والاتحاد العام التونسي للشغل أكثر إنسان أكثر من يعرف هذا الأمر. ثانيا التعهدات الموجودة في الاتفاقات هي آخر حديث مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية أكد أنها محترمة وأنه حتى 5+5 إلى آخره ثم اتفاقات موجودة. والاتحاد كل ما يعمل جلسة يخرج يتكلم بصفة إيجابية. وكلما كان هناك تجمع نقابي أو حتى فيه الحكومة ومنهم حتى السبت اللي فات كما قلت لك المرة الأخرى دائما وابدا يتوجه الامين العام الى الوزراء. يعني في يعني لانه هنا المساله تولي اعلاميه. المساله تولي مصوره ومسجله الى اخره. وانا في مكانه يعني الطبوب يعمل في الشو يعمل في الفرجه. انا في مكانه محمد نكلمك كلام اخر. هذا راه ما يغيرش حتى شيء. لا نطرح في سؤال انا حاب نفك بالنسبه لي انا ما يغيرش حتى شيء في علاقتنا لا بالاتحاد. ما عندناش تابوات لهنا نعرف فما حد فوق النقد. ثم تابوات أذوكم الإخوة في المكتب التنفيذي هما إخوتنا وبيناتنا احترام وبيناتنا علاقات شخصية. كذلك الشأن بالنسبة للأخ الأمين العام. بالنسبة لي أنا لو كنت مكانه على المستوى الاتصالي في المجالس اللي فيها حكومة نتحدث على الشؤون الكل بما فيها السياسية والنقابية لكن ليس بهذه الحدة. وفي المجالس اللي فيها تفاوض وفيها شؤون نقابية بالطبع الحوار مفتوح ومركز على الموضوع ذي بما فيها الأمور السياسية. أنهي بالقول أنا متفائل جدا حتى من ناحية الحوار وعلى اليومين الجايين. وإذا لم يكن هذا الحوار بالشكل اللي نحن نأملوه احنا لنسلمه لا في الاتحاد لا في غيره. وإذا كان ما مشاش بالطريقة هذه سنمضي إلى الصياغة يعني حتى إذا كان مش يكون فما خلاف أو اختلاف قيس سعيد وحكومته لن يعادي الاتحاد ولن يقطع شعرة معاوية مع الاتحاد ولن يكون هناك صدام بين قيس سعيد والاتحاد. يا أخي الحكومة ما فيهاش ولاد الاتحاد. يا أخي رئيس الجمهورية ما يمنش بالاتحاد. يا أخي الشعب التونسي ما يمنش بالاتحاد. دونك إذا كل هذه الأمور من هنا وهناك هي عادية جدا. خزعبلات بالنسبة لك. طبعا وصل الخلاف قبل مع الحكومات السابقة وصل إلى درجات مشطة وهذا معناه هذا أمر عادي وبسيط. يلا ابتسام نختمه بالخبر والثالث والأخير حول
رزنامة هيئة الانتخابات. هذا هو محمد، نحكيه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي نشرت نهار السبت عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك مشروع رزنامة الاستفتاء على ضوء القانون الانتخابي الحالي. الاستفتاء اللي باش يكون بتاريخ 25 جويليا القادم، عملية التسجيل باش تنطلق يوم 27 ماي وغلقها باش يكون يوم 5 من جوان. باش تكون عملية الاعتراض على القائمات الأولية للناخبين نهار 12 جوان قبل أن يقع الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين اللي باش يكون يوم 8 جويليا. عملية الاقتراع في الخارج باش تنطلق يوم 23 24 و25 جويليا، ووفقا لمشروع الرزنامة اللي باش يكون كما قلنا يوم 25 من جويليا القادم في علاقة بيوم الاقتراع في الداخل. وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء نهار 28 أوت 2022 28 أوت 2022. والاستفتاء وقتاش يتم؟ عملية التسجيل باش تكون يوم 27 ماي، الاقتراع في الخارج 23 24 25 جويليا. 24 25 صمت. تنطلق عملية الاقتراع في الخارج. الاقتراع في الخارج. صحيح. اي 23 25 جويليا. 25 25. واضح. في 30 ثانية حذامي محشوب، إلى أي حد هذه الرزنامة قابلة للتطبيق؟ مش قابل للتطبيق. هو نبدا من الاخر، انا مثلا هذوما الناس اللي عايش اللي عايشين الناخبين نتاعنا في الخارج في الفتره هذيك يبداو في تونس، هذا باش نبداو معناها الناس ما تعرفش المجتمع يروح التونسي وصيفه. يروحوا يصيفوا في جويليا ومعروف عندهم عروسات والتزامات في تونس، عندهم كل شيء، يروحوا ما ينجموش يصوتوا في تونس. ايش بيك يا اخي مساجلين في الخارج؟ مساجلين في الخارج احنا طالبين من الهيئه انه بطاقة التعريف الوطني تعتمد التسجيل الالي خدمه زايده وبطاقة التعريف. اول حاجه الهيئه هذه مش خدمه، هذه نحي الخدمه كل حاجه سهله. يلا بإجازة حذم. اسمع، انا بالنسبه لي انا هذا كله باطل، خاطر هذا كله ما يحترمش الدستور. هذا موضوع ماهوش معناتها رئيس الدوله، ما هل الاستفتاء وهل باساج اون فورس ما يحترم حتى مبدا قانوني. وباش يحب يعمل لنا قانون معناتها شنو هو هالدستور الجديد وشنو هو هالاستفتاء هذايا؟ استفتاء يعني على شخص هذه بالنسبه لك ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى. والناس اللي مشاركه فيها باش تحمل مسؤوليتها القانونيه نهار اخر نهار اخر، لان التاريخ لا يرحم. اللي يهدد في الناس هو خارج كل اطار سياسي. لا سامحني، والناس اللي باش تحاسب هي التي اجرمت، والانسان اللي يحترم الدستور وسياده الدوله هو اللي باش يحاسب. وين دستور؟ انا دستور الدستور التونسي اللي مازال حتى الان وما ترفعش حتى بمقتضى الامر 117. انا عندي قراءه نقدمها غدوه، باش يكتبوا وحده ما عادش وقت تعمل كرونيك غدوه على الموضوع، يعرضوا على الشعب التونسي تعمل كرونيك على الموضوع. على الموضوع هذا حبيت نقول لك كلمه واحده فقط. انا نحب الناس، وهذا يتنكمل غدوه، نحب الناس تعاود تقرا الامر 117. الامر 117 يقول انه اذا الشعب ما نجمش يمارس سيادته الاستفتاء والانتخابات في الظروف هذه فاحنا ماضين هذا، والامر هو جوهر استفتائي. واضح. فكره الامر هذاك مبني على فكره الاستفتاء. ثانيا نحب نذكر وتوغد ونكمل، اذا تعذر على رئيس الجمهوريه ثم رئيس الحكومه، واذا تعذر ثم وزيره العدل، واذا تعذر ثم برشا حاجات اخرين، وباذن الله لن يتعذر. يعني لا خوف على تونس، وما ثم حتى واحد قادر يغير حاجه في البلاد. صلاح الدين داودي غدوه حيوعتنا باش يكون هذا محور الكرونيك نتاعك. شكرا للزميله ابتسام شويخه، غدوه يجدد موعد معك في فقره ريتروفيزور. مازلنا مواصلين مع حذامي مع صلاح، راجعين مباشره بعد الاخبار.